زي طريق القاهرة اسكندرية الزراعي، معدي من مناطق سكنية، عمر ما هتبقى السرعة اللي أنا بختارها للتصميم زي طريق ماشي في الصحراء زي مثلا الدائري الإقليمي. عوامل اقتصادية وبيئية، أنا في بعض القرارات ممكن أزود فيها السرعة وأقللها على حسب أنا ناوي أعمل إيه على الطريق مستقبلا. هل الطريق ده مثلا هيربط ما بين مكان ومكان ومحتاج يبقى فيه سرعة للانتقال، مثلا زي امتداد شارع التسعين اللي هو احنا بنسميه محور المشير، كان زمان السرعة على الطريق ده 60، زودوها ل 80 لأن هما محتاجين الانتقال ما بين القاهرة الجديدة والقاهرة القديمة، مدينة نصر والمناطق دي، يكون الانتقال ما بينهم أسرع، فبالتالي زودوا السرعة. رقم 2، المركبة التصميمية، والمفروض ان احنا نقصد بيها العربة اللي شائع استخدامها على الطريق. هل هي بي سي اي اللي هي الملاكي، ولا باص، ولا تراك، ولا دبليو بي 40، ولا دبليو بي 50؟ وبالمناسبة دبليو بي 40 ودبليو 50 دي اللي هي المسافة بين اول محور واخر محور للتراك اللي ماشي. يعني لو هي المسافة بين اول محور واخر محور 40 قدم يبقى دبليو 40، لو المسافة ما بين اول محور واخر محور 50 قدم يبقى دبليو بي 50. طيب العناصر اللي بتتأثر بالمركبة التصميمية ايه؟ عرض الحارة، لو انا عندي الطريق كله تراكات عرض الحارة ممكن يبقى 3 متر 65، 3 متر 75، وممكن يوصل ل 4 متر كمان لو هي نقل تقيل، وكل ده وكل المركبات اللي بتمشي على الطريق نقل تقيل. رقم 2، القطاع العرضي للطريق. رقم 3، انصاف قطر المنحنيات والدوران. دي كلها حاجات هتتأثر معايا بالمركبة التصميمية. موضوع المنحنيات والدورانات ده احنا نقصد بيه ايه؟ يعني مثلا لو اتوبيس بيلف في منحنى على الطريق، عمر ما هيبقى شكل المنحنى، احنا بنعمل حاجة اسمها وايدنينج، توسعة شوية كده في الأماكن اللي فيها دورانات، عمر ما هيبقى التوسعة في الأماكن دي زي طريق المركبة التصميمية اللي عليه ملاكي. النقطة الثالثة، السائق، واحنا نقصد هنا ثقافة السائق اللي بيستخدم الطريق، لان المفروض ان ايه ثقافة السائق دي من اهم العوامل اللي بتأثر على الحوادث. ونقصد بثقافة السائق او في عوامل بتأثر على ثقافة السائق اللي هي عمره ومستوى التعليمي ومستوى المعيشة بتاعه والعادات والتقاليد بتاعة السائقين اللي للأسف في مصر سيئة جدا وكلنا عارفينها.